المحلل الاقتصادي. مساء الخير أستاذ عاصم، أهلا بيك. مساء الخير أستاذة إنجو، وأهلا بك والسادة المشاهدين. طيب، احنا شفنا خلاص وتابعنا على مدار الأيام اللي فاتت القرار الأخير لأوبك بلس اللي اجتمعت حضوريا من بعد غياب سنتين بسبب جائحة كورونا، واللي اتخذوا فيه هذا القرار بتخفيض إنتاج النفط. طبعا شفنا التصريحات كلها اللي خرجت من عدة دول وأبرزهم طبعا واشنطن، وهذه الردود من السعودية وغيره. خلينا نفهم القرار ده ليه، وإيه علاقته بنقص الطلب أو احتماليات إنه يحصل ركود في 2023؟ في البداية أنا عايز أوضح إن قرار الأوبك بخفض معدل الإنتاج مش هيقتصر فقط على معدل سعر النفط فقط، ولكن القرار ده هيكون ليه عواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية. بداية من أسواق النفط، طبعا زي ما حضرتك أشرتي إن القرار من وجهة نظر الأوبك كان هو قرار استباقي لنقص معدل الطلب بسبب مخاوف الركود العالمي الذي سينتج عن اتباع البنوك المركزيه سياسه تجديد نقدي سريعه جدا بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي الاوبك لا ترغب في رؤيه انهيارات سريعه في ارتفاع اسعار النفط. ايضا الاوبك لديها توجه للحفاظ على اسعار النفط قرابه المستويات ال 90 دولار للبرميل، لم يتم الاعلان عنه بشكل معلن، ولكن ال 90 دولار للبرميل هي مستويات عادله للحفاظ على ايرادات الدول المصدره للنفط وخاصه دول الخليج. بشكل عام هذا القرار سيؤثر بشكل كبير جدا على معدل ارتفاع الاسعار العالميه. لاحظنا ان معدلات التضخم في الولايات المتحده الامريكيه حاليا تقترب من اعلى مستوياتها في 40 عام، وخصوصا ان معدل الطاقه ساهم بحوالي 30% من ارتفاعات اسعار السلع والخدمات على مستوى العالم. وبالتالي تجاوز اسعار النفط العالميه مستويات ال 100 دولار للبرميل خلال الفتره المقبله هيسهم مره ثانيه في زيادة معدلات التضخم، وبالتالي ستتجه أيضا البنوك المركزية العالمية إلى الاستمرار في في رفع رفع سعر الفايدة. الفايدة. صحيح، ورفع الفايدة ده بيضر بالنمو الاقتصادي، وحتى يعني البنك المركزي الأمريكي أعلن صراحة أن الاستمرار في رفع الفايدة سيضر بالنمو الاقتصادي وسيكون له عواقب وأضرار على المواطن الأمريكي. في وقت نلاحظ فيه حاليا يعني ارتفاع أسعار الوقود أستاذة إنجي وصلت ل 7 دولارات للجالون الواحد، خاصة في ولاية كاليفورنيا، احنا كنا بنتكلم عن 2.5 دولار للجالون قبل جائحة كورونا. الارتفاع السريع ده هيكون ليه تأثير غير مباشر على الوضع السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونجرس، وممكن الديمقراطيين يخسروا الأغلبية في الانتخابات، وبالتالي يعني احنا كمان يعني نفهم استاذ عاصم ان التصريحات اللي طالعه في واشنطن حتى من اعضاء الحزب الديمقراطي وغيره ليها علاقه ايضا بشان داخلي عندهم، وهو موضوع الانتخابات التجديد صحيح النصفي بسبب موضوع النفط، وايضا تقليل الانتاج او الانتاج اللي قل زي ما قال وزير الدوله الشؤون الخارجيه انه امريكا هي اللي قللت الانتاج بسبب المصافي عندها. صحيح، كمان في عندنا يعني نقطة يجب الإشارة إليها، إلى أن منظمة الأوبك هي يعني تعتمد قراراتها على الحكومات، على عكس الولايات المتحدة الأمريكية اللي تعتمد فيها شركات النفط وشركات النفط الصخري على الربحية فقط. يعني لا يوجد قرار حكومي يتحكم في معدلات إنتاج تلك الشركات، تلك الشركات تسعى فقط للربح، وبالتالي مع ارتفاع الأسعار بشكل قوي جدا تتجه الشركات لزيادة معدلات الإنتاج للاستفادة من ارتفاع الأسعار. ولكن بعد جائحة كورونا رأينا إفلاس العديد من الشركات الصغيرة واستحواذ بعض الشركات الكبرى عليها، كان هناك في نقص كبير جدا في معدل إنتاج الولايات المتحدة من النفط، ولكن المستويات الحالية هي 13 مليون برميل وتجاوزت معدلات الإنتاج المملكة العربية السعودية، على عكس مثلا من 10 سنين كان معدل إنتاج أمريكا حوالي 6 مليون برميل في اليوم. معدلات الإنتاج دي لن تكون قادرة على يعني تعويض الطلب في الوقت الحالي، وبالتالي الولايات المتحده الامريكيه اتخذت قرارات من عده شهور للافراج من جزء من الاحتياطي الاستراتيجي لديها، بقى لها حوالي 6 شهور مستمره في الافراج عن الاحتياطي الاستراتيجي. ايضا كان هناك بعض القرارات من السياسه الماليه برفع الضرائب على محطات الوقود، ولكن تلك القرارات لم تكن كافيه للحد من ارتفاع الاسعار، وبالتالي سيكون هناك سخط شعبي في الولايات المتحده الامريكيه وفي ايوه أوروبا خاصة التي تفتقد إلى الطاقة. طيب، وهنا استاذ عاصم يعني بحسب اطلاعك، احنا كنا بنتكلم في الحلقه عن الوضع في اوروبا، واوروبا المتحفزه لهذا الشتاء وبتستعد في موضوع الطاقه، اجتمعوا حتى عشان يحددوا
حد أقصى لسعر الغاز. إحنا النهاردة لما نيجي نتكلم على المواطن الأمريكي، زي ما حضرتك بتقول المواطن الأمريكي البنزين ارتفع 7 دولارات للجالون، عايزين نعرف الوضع مع التضخم، الأسعار، البنزين، كيف يعيش المواطن الأمريكي النهاردة؟ يعني طبيعي جدا ان احنا للاسف هنشهد فتره صعبه جدا خلال الشهور المقبله، وخاصه في عام 2023، وده بسبب عوامل كتير، منها استقرار اسعار النفط العالميه عند 100 دولار للبرميل، واللي هتساهم بدورها في استمرار ارتفاع اسعار الطاقه والتضخم بشكل عام، وبالتالي البنوك المركزيه ايضا وخاصه البنك المركزي الامريكي مستمر في رفع الفائده، ورفع الفائده ده زي ما قلنا بيضرب الاقتصاد وبيزيد الضغوط ايضا على الرهون العقاريه. يعني اي مواطن حاليا، احنا عارفين ان القطاع العقاري في الولايات المتحده الامريكيه بيعتمد على الرهون العقاريه، وبالتالي سيكلف المواطن ما بين حوالي 70 ل 100 دولار شهريا اضافيه بسبب رفع الفائده. في اوروبا ايضا القطاع الصناعي سيشهد تباطؤ كبير جدا بسبب نقص امدادات الطاقه، وبالتالي مع نقص المعروض من القطاعات الصناعيه خاصه من اوروبا واليابان وكوريا الجنوبيه، القلع الصناعيه التي يعتمد عليها العالم بشكل كبير، سيؤدي ذلك الى ارتفاع اسعار السلع العالميه بشكل كبير جدا. طيب، وبالتالي فاحنا وهنا في عام 2023 اعتقد هنشوف زيادات قويه في الاسعار. هنشوف زيادات. طب هنا استاذ عاصم، يعني لو تسمح لي بس وتصلح لي، احنا شفنا كل 3 شهور من فتره الفدرالي الامريكي كل فتره بيرفع الفايده، ومتوقع صحيح. مره اخرى الاجتماع المقبل كمان يتم فيه رفع الفايده. هل معنى كلامك انه كمان في 2023 نتوقع مرات اخرى من رفع الفايده من الفدرالي الامريكي؟ صحيح يا استاذ انجي، يعني احنا عندنا في اجتماع في نوفمبر المقبل متوقع رفع الفائده، واجتماع اخر في شهر ديسمبر متوقع مواصله الارتفاع حتى منتصف عام 2023. معدلات الفائده متوقع انها توصل 4.5%، وهي اعلى يعني مستويات منذ عام 2000، وتلك المستويات مرتفعه جدا، يعني كانت قبل جائحه كورونا 2.5%، فاحنا بنتكلم عن الضعف في معدلات الفائده، وبالتالي الفيدرالي الامريكي سيضحي باي شيء حتى على حساب ارتفاع قيمه الدولار الامريكي او النمو الاقتصادي لمجرد السيطرة على معدل ارتفاع الأسعار. والاتجاه في رفع الفائدة بهذا الشكل طبعا بيضر بشكل كبير جدا بالاقتصادات النامية والناشئة وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي. شفنا ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى له في التاريخ، تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في 20 عام، وبالتالي الدولار مرتفع بحوالي 20% أمام عملات أصلا اقتصادها قوي جدا، صحيح. فده هيضر أكتر بالاقتصادات. أنا بشكرك جدا أستاذ عاصم منصور المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا ليك.